وهو كتاب صدر لحضرتك منذ أمد بعيد بعنوان نبوة محمد بين الشك واليقين. من الشك إلى اليقين. من الشك إلى اليقين. هل حضرتك كنت تشك في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة بعد رحلة الشك في وجود الخالق التي يعني أثقلت همي مدة يعني لا يمكن طويلة بعد. نعم. جاءت هذه المسألة وهي مسألة نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة كنت أشك يعني في أنه رسول. كنت أشك. نعم. في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لما؟ يعني ليس كان في ذهني دليل على نبوته. القرآن. الحقيقة القرآن في أول وقت كنت يعني لا أنظر فيه من هذه الناحية، لأن كنت أرى في حين أن هذا دليل ادعائي، يعني يدعي قائل هذا القول بأنه رسول، فلا شك أن كل مدعي صحيح سوف يأتي بالحجج والبراهين بما يدل على أنه، ولذلك كنت حقيقة أنصرف عن النظر في النظر في القرآن. بينما كنت يعني أبحث في هذه المسألة أقرأ التوراة والإنجيل وغيرها على أي حال. نعم. أظن في سنة 52 وقع في يدي كتاب لمنشئ المنار محمد رشيد رضا رحمه الله عليه رحمة الله، اسمه الوحي المحمدي. وأنا أفتش أقرأ حتى يعني أجد دليل، فحقيقة أتى بدليل من القرآن لفت نظري، يعني لفت نظري اقتنعت به، يعني دليل عقلي. نعم جيد. قل لي ما هو، سأقول لك ما هو. طيب. بعدين قلت طيب لأنظر في القرآن، لأنظر في القرآن، فبدأت يعني أنظر في القرآن. بعدين وأنا أنظر وأدرس اتضحت هنالك أدلة كثيرة، ليس هذا الدليل وحده في القرآن. في القرآن. الله أكبر. أقنعتك آنذاك؟ نعم. ثم انتقلت إلى الحديث، أدرس الحديث لعله أجد يعني أنظر في سيرة هذا الرجل أول مرة، كيف سيدنا محمد. نعم. نعم. كيف سيرته، كيف كذا. وبعدين نظرت في الصحاح، صحيح البخاري ومسلم وغيرها، ونظرت في الكتب التي تنظر في أعلام النبوة ما إلى ذلك، ثم درست التوراة والإنجيل أكثر من مرة قرأت، فقلت لي أنظر فيها. ومبشرا برسول يأتي من بعد. نعم. في عدة مرات أنه يقول أهل الكتاب يعلمون كذا، فقلت نرى ما عند أهل الكتاب. نرى ما عند أهل الكتاب. الله أكبر. فقرأت أكثر من نسخة من التوراة والإنجيل في طبعات مختلفة وفي أزمان مختلفة، يعني فيما بعد يعني كتبت كتاب لنفسي حقيقة، وهو نبوة محمد من الشك إلى اليقين. لي وكتبته لي يعني قناعة لي. لحضرتك. نعم. بعدما توصلت. نعم. إلى اليقين. نعم. نعم. نعم.